أو نقول ليه بنسأل أنا اللي تشتغل. أولا القانون هو الذي جعل احتساب المعاش على أساس سنوات الاشتغال في القانون أصلا، الالتزام بالقانون يستلزم هذا. الأمر الثاني اللي هو يمكن يعتبر أهم من أن ينص عليه قانونا، وأن من أين نأتي بالمعاش؟ المعاش هو مدخرات المحامي، ما سددوه من دمغات في جلساتهم وتحقيقاتهم، وما حصلوا عليه من أحكام بمقابل أتعاب المحاماة ويقضى به ويرتد إلى صناديق المعاش، ما يسدد من رسوم التصديق عليها على العقود التي يحررونها ويوقعوا عليها ويسدد للنقابة نظير التصديق على هذا التوقيع، العوائد الخاصة بأصول النقابة، أصول النقابة نفسها، الأندية والمقرات التي يمكن أن يكون هناك نشاطا اقتصاديا فيها. ممكن نقول أنه عوائد هذه الاستثمارات والاقتصاديات لما ترد إلى صندوق المعاشات يشارك من يحمل بطاقة العضوية من غير ممارسة للمهنة في هذه المدخرات؟ بالتأكيد لا. وعشان نضرب مثال بسيط، المحامي اللي بيجي من قريته عشان يوصل للمحكمة وبيستقل ثلاث مواصلات أو أربع مواصلات وفي معاناة شديدة، ثم بعد ذلك يظل اليوم بطوله صاعدا هابطا على درجات السلم، بيسدد وبيورد وبيودع ويقدم ومذكرة وبيحضر جلسة، وبعدين يضع لمعاش أبنائه من بعده أو بعد عجزه أو بعد بلوغه السن طابع دمغة من أتعابه بيسدده مدخرا لهذه الاستحقاقات. هل يصح بعد هذا الشقاء في هذه القيمة الهزيلة أجيب له واحد كان بيشتغل برة بيتقاضى بالدولار أو الدينار، أو واحد هنا بيعمل في التجارة أو في أي نشاط آخر استثماري، أو راجل كان من المسيسين في بلادهم واللي ما بيمارسوش المحاماة، وأنه يجي يشاركه أربعة أو خمسة من هؤلاء في طبع الدمغة بتاعه فيحول بين النقابة وبين أن ترفع هذا المعاش، يحول بين النقابة وبين أن تجزل له العطاء في مساهمة علاجية حقيقية في ظل أسعار العلاج المرتفعة دي. نقدر نقول إن احنا عايزين نرفع سقف العلاج عشان يلبي قيمة العلاج اللي بتستهلك في الفحوص قبل أن يبدأ العلاج. نقدر نقول إنه في الوقت اللي أنا مش عارف فيه ألبي هذا أجيب ناس ما بتمارسش وتشاركه. يظهر إمتى الكلام ده؟ يظهر لما يجي يتوفى، يتوفى ويقول لأهليته إنه كان محامي وادي الكارنيه بتاعه. والله طبعاً مدام محامي يبقى له كل الحقوق، يبقى كل ما نفعله هذا من أجله. لكن لو لم يكن محامياً، لو كان يعمل بطاقة العضوية وقاعد بيشتغل في أي تجارة تاني، هل له إنه يشارك؟ طبعاً لا. طب ما هو المعيار؟ بنقول إنه السنوات التي باشر فيها المحاماة لها دلالات اشتغال. التوكيل الحد الأدنى، الحد الأدنى إنه اتعملت توكيلات، والتوكيلات في مكاتب المحامين لا تفنى. حتى لو عايز الموكل يلغيه بيلغيه في الشهر العقاري، إنما أصل التوكيل موجود مع المحامي. ولو المحامي مش معاه أصل التوكيل يقدر يستصدر صورة منه من الشهر العقاري. فمكتب المحامي والقضايا التي فيه حينما تحل وفاته ليس معنى هذا أنه يغلق عليها الباب ويتساب حقوق الناس. ده احنا مؤسسات ومستودعات لأمانات الناس وأسرارهم. ما ينفعش لما يتوفى المحامي ما نبقاش في ورق وما بقاش في قضايا وما بقاش في توكيلات ويجي يقول لي هات معاش. لا، هذه الأوراق ينبغي أن تقدم. في زملاء بيحضروا في قضاياه بعد وفاته لما يكون محامي حقيقي، وزملائه ما بيسيبوش مكتب وبيحضروا المقابل بتاع اللي بيروح لأبنائه، وده أمر بيحصل. طيب إذا كان هذا الأمر ومعاشه الشهري ومعاش الدفعة الواحدة اللي هو عشرات الآلاف كيف يسدد؟ أيضا يسدد له بمقتضى هذه الدلائل. فمش بس نقول التوكيل، أي دليل يشير إلى أنه كان يباشر المحاماة قطعيا أمر مثمر.
الأجندة بتاعت المكتب لما بتعرض على لجنة المعاشات بتقيم مدى جديتها وبتقول إنها دليل على إنه كان يمارس المحاماة من 10-15 سنة فاتت. هذه الأمور تبقى بل وتتوارثها المكاتب. يعني أقدر أقول لحضرتك إن لو في زملاء راحوا اشتغلوا في مكتب أحد زملائهم بعد وفاته ما بيبددوش هذه الأوراق، بتبقى والموكلين بتبقى وورثة الموكلين بتبقى. المحاماة الحقيقية كده، المحاماة الحقيقية متواصلة. أما بقى من يزعم أنه محاميا وببطاقة العضوية التي صدرت على سبيل المجاملة أو سبيل المآرب انتخابية كانت، المجاملات جايز بغير تدقيق ممكن، نتيجة فساد وارد في فترات مزمنة، تكلم عن عشرات السنين استحق عنها المحامي معاش. أنا مش هقدر أقول أنه حصل على بطاقة العضوية خلال هذه السنوات على أي مقتضى، خصوصا أن ضوابط التنقية لم يكن معمولا بها حينئذ. فالمحامي الحقيقي جدير بهذه الحماية، وعشان كده لما بنقول بنسأل عن التوكيلات بنسأل عن التوكيلات عشان نحميله حقه، عشان نقدر نفرزه عن من لا يمارس المحاماة ويدعيه. وعشان كده هي وإن كانت مرهقة بعض الشيء إلا أنها تستحق أن نحافظ عليها. إيه بقى الحتة دي نقدر نقول إيه فيها؟ أنه من ساعة ما النقابة بدأت تعمل قواعد التنقية أصبحنا في غنى عن أن يحتفظ المحامي بدلائل الاشتغال، وأصبحت بطاقة العضوية تدل بذاتها على أنه مشتغل. ومن 2013 فصاعدا أصبح المحامي يستطيع أن يقول أنني أمارس المحاماة بدلالة بطاقة العضوية. هذا لم يكن متاحا قبل 2013. عشان كده بنقول أنه تنقية مثمرة في كل الحالات، قيمتها مفيدة للمحامي الحقيقي. يتضرر منها من يتضرر، من ليس ممارسا للمحاماة فليغضب، لأن أمانة الحفاظ على نقابة المحامين للمحامين هي الدور الأهم اللي نتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا فيه.